مرحبا. بأيار بتغني البلابل على الأشجار، هيك بيقول المثل. أغلب الرياح اللي بتوصل على لبنان هي جنوبية غربية، بتحمل أمطار بأيام الشتاء ورطوبة وضباب بأيام الصيف، وأيام بتكون الرياح شمالية بتحمل ثلج وبرد بالشتوية. أما الرياح بهالأيام فشرقية وتسمى الخمسينية أو الشلوق، وبتجي من المناطق الصحراوية وبتجيب معها شوب كتير. بالعودة لا تقصنا، ربيع حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع حرارة مرتفعة فوق معدلاتها السنوية، رطوبة منخفضة، بحر متوسط الموج حرارة 123. اليوم طقسنا غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ممكن تتخطى الـ 34 بساعات الظهر، وانخفاض بنسبة الرطوبة وهبوب رياح ناشطة حارة وظهور طبقات من الغبار بالأجواء. كما منحذر من اندلاع الحرائق بسبب الحرارة العالية. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 630 ملمتر، السنة الماضية 610، والمعدل العام السنوي 810. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 24، على المرتفعات 20، بالبقاع 13 والأرز 11، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، 31 ببينو و30 بزغرين، 34 جبل محسن و20 بأنوبين، أرتبة 22 28 عرسال، 20 كفر دبيان و30 ببعبدات، بعبدة 34 الفرزل 28، علمان 34 والبازورية 33. الرطوبة بتتراوح بين 20 و50%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة مع رياح جنوبية شرقية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين اللي جايين؟ لليوم 24 أدناها أقصاها 34، فرق كتير كبير بين الليل والنهار، 21 32، الأربعاء والخميس 20 30، ودايما في فرق 10 درجات بين الليل والنهار. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، نبدأ مشوارنا تحديدا من دمشق 35 والقدس 32، أما عمان ف 33، الجزائر 18، الرباط 22، وروما 24، باريس 23، مع هطول الأمطار بروما، باريس، لندن ومدريد. وهذا كان كل شيء. باي.